اهلا وسهلا بيكم، معاكم هدى من شركه اون تو وين للتسويق والاستثمار العقاري. النهارده من فعاليات معرض سيتيسكيب ومن قلب الجناح الخاص بشركه معمار الاشراف معانا استاذ رامي سرايا سينيور سيلز من الشركه. اهلا بك يا استاذ رامي. اهلا بيك استاذ هدى، واهلا بشركه اون تو وين. ميرسي لذوقك، منورنا النهارده في المعرض ان شاء الله. ميرسي لذوقك. عاوزين قبل ما نتكلم طبعا عن العروض السيتيسكيب، عاوزين نتكلم اكتر طبعا عن شركه معمار الاشراف. هي طبعا غنيه عن التعريف، بس يعني نقول للعملاء لاول مره تعرف ايه هي سابقه اعمال الشركه كده نبذه مختصره. يعني شركه معمار الاشراف هي بقى لها 43 سنه في مجال التطوير العقاري. بدايتنا كانت في وسط البلد وفي العتبه وفي رمسيس وفي الازهر وفي اكتر من مكان. بقى لنا فتره تقريبا من 7 او 8 سنين في القاهره الجديده. النهارده عندنا اكتر من 182 مشروع سكني قائمين موجودين دلوقتي في القاهره الجديده. عندنا 2 مول تجاري شغالين فيهم تسويق، منهم مول ميلينيوم استلام في خلال سنه، مع العلم ان هو هيكل خرساني بالكامل وان شاء الله هنسلمه قبل ميعاده بفتره كويسه. عندي مول ذكور في منطقه اللوتس امام الجامعه التكنولوجيه، موقع مميز جدا على اعلى رمبه موجوده في منطقه اللوتس. طبعا احنا بالنسبه للمعرض عاملين خصم 5%، هو تجاري واداري وطبي. وعندنا برضو في مدينه العبور كومباوند لاول مره في مدينه العبور كومباوند يكون متكامل سمارت سيستم على المحور الرئيسي المباشر، ديزاين مختلف، واستعنا باستشاري هندسي كبير زي شركه بينيكل ليها سابقة اعمال قويه جدا في مدينه القاهره وبره مصر في اكثر من مكان. هو الاستشاري الهندسي البرج الايكونيك اللي في العالمين وابراج العالمين هو الاستشاري الهندسي ليها. عندنا برضو 8 مولات اداري تجاري طبي في مدينه العبور الجديده، سلمنا منهم 4 مولات وان شاء الله الفتره اللي جايه هنسلم مولات كتير قبل ميعادها. كويس قوي. طيب ممكن يعني نوضح للعملاء مشروع ذكور تفاصيل عنه اكتر؟ مول ذكور هو في اعلى ربوه في منطقه اللوتس امام الجامعه التكنولوجيه على طول، بيخدم كثافه سكانيه عاليه جدا. منطقه اللوتس معروف عنها ان هي منطقه عاليه الكثافه، انها العمارات هناك ارضي واربع ادوار، والدور فيه عدد كبير من الشقق زي 4 أو 5 أو 6 شقق بعض العمارات، فده بيعمل كثافه كبيره هناك. واللي مؤخر منطقه السكن في او نسبه الاسكان في منطقه اللوتس ان الخدمات هناك قليله شويه. أكيد. واحنا ان شاء الله هنبقى اول مول تجاري موجود في منطقه اللوتس. طيب ممكن نوضح للعملاء هو ارضي وكم دور الارضي والاول مثلا متقسم ازاي؟ مول ذكور هو ارضي واول وتاني تجاري وتالت ورابع اداري وطبي. عندنا نظام السداد 10% على 5 سنين، وفي نظام تاني برضو 20% والباقي على 6 سنين بقساط متساوية. ده النظام ده للإداري والتجاري والطبي؟ للإداري والتجاري والطبي. كويس قوي. برضو محتاجين نعرف مين الاستشاري الهندسي للمشروع؟ الاستشاري الهندسي بتاع شركة LDB ليها سابقة أعمال قوية برضو، إدارة تشغيل جارة. طيب استلام المشروع هيبقى إمتى؟ استلام ذكور هيكون شهر 7/26. حلو قوي. طب برضو ممكن نوضح للعملاء يعني تفاصيل اكتر عن المشروع اللي في العبور؟ الكومباوند العبور هو على اعلى ربوه موجوده في مدينه العبور على المحور الرئيسي على طول، تقريبا 3 دقائق من كارفور وسوق العبور، ودقيقتين من جامعه بنها، جنب على طول او على ميدان الخامس ما بين الحي الخامس والسادس في منطقه العبور، ودول من ارقى الاحياء اللي موجوده وهي احياء فيلات. عملنا تصميم فريد من نوعه، هي ارضي وخمس ادوار، وعشان كده كان نسبه البنى بتاعتي على 25%. برضو في شويه تفاصيل بسيطه كده، زي مثلا ان الاندر جراوند بتاع الكومباوند بكامل جراج، بحيث ان انا بعد وقت معين ما الاقيش فيه زحمه وناس بتركن عربياتها بره، لا انا عامل اندر جراوند جراشات، ولكل واحده حابب ياخد باكيه او 2 أو 3 ما فيش مشكله خالص. طب ايه الفاسيلتيز اللي بنقدمها في المشروع؟ يعني عندي 3 حمام سباحه، عندي كلاب هاوس موجود، والسعر شامل الجراج وشامل الكلاب هاوس. طيب ممكن نتكلم بقى عن المساحات، بتبدا من كام؟ بنبدا المساحات اصلا من غرفتين 3. تمام. انا عندي عامل فكره برضو لاول مره في مدينه العبور، عامل فكره اسمها جيست هاوس، ودي بتكون 40 متر، بتكون ملحق للشقه على حسب مساحتها، اذا كانت 100 او 110 او 120 ايا كان المساحه. الجيست هاوس ده بيبقى وحده اضافيه للشقه. عندي استوديو 64 متر، عندي مساحات فلات من اول 110 لحد 207 متر، عندي دوبلكسات بقى على حسب، يعني ممكن نقول 250 300 350. طيب الجيست هاوس دي بيكون موجوده برده في نفس يعني العماره؟ في نفس العماره الخاصه بالشقه. وكل شقه ليها جيست هاوس على حسب اختيار العميل، هو محتاج جيست هاوس ولا لا. انا بس برضو عاوزين نعرف الوحدات بتتسلم ايه، يعني تشطيب استلام الكومباوند بالكامل نص تشطيب،
احنا في شركه معمار الاشراف بيبقى عندنا باكج تشطيب لو العميل حب انه يشطب. يعني في امكانيه ان هو لو حابب يشطب موجود، مفيش مشكله خالص، بس مبدئيا انا بسلم نص تشطيب. الواجهات طبعا اللي على الواجهه كامله بتكون راكبه، الموتيل، اسانسير من الجراج تحت لحد الروف، مواصفات اوروبيه، باب مصفح لكل شقه، والقلموت اللي على الواجهه بتكون راكب على نفس الديزاين اللي موجود في ال. حلو قوي. طب بالنسبه لاستلام المشروع امتى؟ متوقع 3 سنين، لان احنا دلوقتي في مرحله الاي او ايز، لسه تفاصيل كامله عن المشروع ما فيش اكتر من كده. برضو انظمه السداد مقبوله بالنسبه للعبور، ان انا عندي 15 على 3 سنين و20% والباقي على 4 سنين، 25 على 5 سنين و35 على 6 سنين. وده اصلا مش موجود في العبور، يعني اغلب العبور هناك بيبقى كاش. بالظبط. طيب ممكن بقى نوضح للعملاء الاوفرز اللي نازلين بيها في معرض سيتي سكيب؟ احنا نازلين بخصم 5% على جميع المشاريع بتاعتنا، سواء تجاري او سكني في مدينه القاهره الجديده، او في العبور كتجاري اداري طبي او سكني. شكرا ليك يا استاذ. نعم، شرفت بيك. ميرسي جدا. وبكده نكون انتهينا من شرح العروض الخاصه بشركه معمار الاشراف. لو حابب تعرف اكتر عن العروض اللي موجوده في سيتي سكيب، تواصل معانا على الرقم الظاهر على الشاشه او على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك.